حفل تكريمي بهيج نظمته دار الفجر لرعاية وتأهيل الأيتام في مدينة المكلا بمناسبة انطلاق فعاليات المهرجان السنوي للأيتام وبالتزامن مع اليوم العالمي لليتيم. حفل تم من خلاله تكريم أكثر من 300 يتيم ويتيمة. على كل مننا أن يسعى وأن يكفل اليتيم ليبني له بيتا في الجنة وما أعلاها من درجات بالنسبة لهذا العمر الخيري. المهرجان بنسخته السادسة لهذا العام جاء ليسلط الضوء على الدور الذي تلعبه المؤسسات الخيرية بحضرموت في رعاية وكفالة الأيتام وتقديم يد العون لهم في ظل عدم توفر أي دار حكومية لرعاية الأيتام بالمحافظة. تقدم الدار الماكل والمسكن والملبس والمصروف الجيبي وتعتني بالتأديب وبالتعليم وبالترفيه. وكانت تقارير غير رسمية قد تحدثت عن وجود أكثر من 2 مليون طفل يتيم في البلاد، بيد أن الصراعات والحرب المندلعة منذ عامين جاءت لتضيف أرقاما جديدة في وقت تعجز الحكومة عن توفير الرعاية لهم أو حتى مواجهة الزيادة المفرطة التي تخلفها الحرب. محمد اليزيدي بقناة بلقيس المكلا.